برامج عملية تفعلها في اليوم والليلة، وعمل واحد تعمله في الشهر مرة واحدة، ثق تماما أنك ستعيش بدون ضغوطات، تعيش حياة جميلة ورائعة. أول هذه الأشياء حافظ على الصلوات الخمس. الصلوات الخمس علاج أيها الناس، الصلوات الخمس. ثانيها حافظ على السنن والرواتب القبلية والبعدية، 12 ركعة تصليها في اليوم والليلة يبني لك الله عز وجل بيتا في الجنة، وهذا ضمان لك بأنك إذا مت دخلت الجنة. صعبة عليك؟ 12 ركعة تصليها في اليوم والليلة. ثالث الأشياء صلاة الضحى. احذر أن تترك صلاة الضحى، صلاة الأوابين. صلي ركعتين، أربع ركعات. إذا صليت 4 ركعات في أول اليوم يكفيك الله شر آخره. الضحى لا تتركها، صلاة الضحى إذا صليتها يوميا فكأنما اعتمرت وحججت حجا صحيحا سليما. هذا الثالث. الأمر الرابع الوتر. احذر أن تنام دون أن توتر، لا تنم إلا وقد أوترت ولو بركعة واحدة. صعبة عليك ركعة واحدة؟ ركعة واحدة. فإذا توضأت، شوف كيف من حفظ الله لك، إذا توضأت يحرسك ملك يبيت بين شعارك ودثارك، يبيت معك الملك وما تتقلب يمين شمال إلا ويقول الملك لك اللهم اغفر له، اللهم اغفر له، فإنه بات متوضئا. هذا الرابع. الخامس أن تصوم 3 أيام من كل شهر، 3 أيام من كل شهر، فكأنما صمت السنة بأكملها. الأمر الذي يليه أذكار الصباح والمساء. لا تترك، لو قطعت لا تترك أذكار الصباح والمساء، ولو ذكرت ذكرا واحدا، قلت بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، بس هذا الدعاء تراك ذكرت أذكار الصباح والمساء. وفي المساء مثلها. وآخرها أذكار النوم. لا تنم إلا وقد ذكرت أذكار النوم. لو فقط دعاء واحد، أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه، ونام، تدري ايش يحصل لك؟ غفر الله لك ذنوبك كلها، وإن كان فررت من الزحف، وإن كانت ذنوبك عدد رمال الدنيا بأكملها. صعبة؟ إذن عش مع الله، خل حياتك مع الله منذ أن تستيقظ صباحا إلى أن تنام، ستجد سعادة، ستجد راحة، ستجد بإذن الله هدوء وطمأنينة. فطبقوا هذه الأشياء. أسأل الله تبارك وتعالى في هذه الساعة، اللهم املأ قلوبنا إيمانا كاملا ويقينا صادقا وقلبا خاشعا ونفسا بك مطمئنة. اللهم يا حي يا قيوم علق قلوبنا بك، اللهم علق قلوبنا بك، اللهم علق قلوبنا بك وحدك يا أرحم